هاي ماميز، كيفنا اليوم؟ شوفوا شو عم يعملوا يا ماميز. الأولاد عم بحضروا، ما أنا هلأ حفوت أنا وياكم نعمل DIY، بس حبيت فرجيكم وراء الكواليس شوي شو عم بحضروا علشان العيد الأب. 21 الشهر بيكون عيد الأب، 21 حزيران أو 21 ستة أو 21 جون عيد الأب. مثل العادة نحن دايما بنحتفل بعيد الأم بعيد عند الأب، والولاد بينشغلوا، يعني كل شيء انشغال بيشتغلوا. قاعدين هالكرتونة العجيبة ما غيرها بستعملها وجه وقفة، شفتوها بعيد الأم وشفتوها بعيد ميلاد علي، ودايما بستعملها بس منغير فيها صراحة، يعني منبدل ومنغير فيها. هاي أمولة، قولي هاي أمولة. هاي أمولة عنا كمان لأنه نحنا دايما نحتفل مع بعض أمولة ونحنا وقاعدين عم بحضروا ويساووا كل شيء. شوفوا كاردز كل شيء. هلا شو حنعمل؟ او هاي سيسي ام الافكار، قلت لكم بنتي بتحب الرسم، هاي سيسي بتحب الرسم والارت وهيك. هلا انا حاتركها تشتغل شوي وحفوت انا وياكم نعمل ارت لعيد الاب. نحضر فنجان القهوة لحتى مخمخ على الأفكار ونجمعن يلي بدنا نعملهم. يلا هنبلش بأول ديكور حنعمله. هنعوز فيه ورق أزرق وملون وورق أبيض، أوكي؟ كله من الورق. هنحاول اليوم نستعمل غيري ابيض لانه طلبتوا مني شيء ما يكون بده فرد الشمع، انا كثير بستعمل فرد الشمع، بس يلا حنستعمل غيري ابيض الموجود. وعندي الالوان، اي ما بعرف شو وقعت تحت المقصف، عندي الوان ورق هول موجودين. بتعرفوا نحن حجر وما في محلات، يعني فينا نظهر بس بالسيارات، بس محلات ما في، بس محلات الاكل فاتحه. يعني انا بالغراض الموجوده عندي بالبيت باللفت اوفر عم بشتغل، اوكي؟ يلا مستعدين؟ انا هيدا الفيديو انطلب مني خصوصي من بنت مهضومه اسمها نغومه. نغم بدها اعمل لها كيف بيعملوا ديكوريشن عشان بدها تعمل لابوها مفاجاه بعيد الاب. بقى هيدا سبيشلي لها هيدا الفيديو، يعني ويلي بده يعمل ديكوريشن اكيد، بس انه لازم اي منشن نغومة الحلوة اللي حتعمل ديكوريشن لابوها. اول شي جبنا مسطرة، اوكي؟ حنرسم شوي شوي بالمسطرة، حنعمل خط. هلا عم نرسم جرافات يلي هي التاي تعيد ربطة العنق يلي بيلبسوها للرجال على الشغل، اوكي؟ حنعمل نقطة هون بالنص، شفتوا كيف حطيت نقطة؟ حنبعد 2 سنتي من هون و 2 سنتي من هون عشان يكون على القد، اوكي؟ شوفوا حطيت نصها لهي و 2 سنتي من هون 2 سنتي من هون عشان تزبط معكم. هيدا الخط يلي عملته نصه خد 2 سنتي من هون و 2 سنتي من هون، اوكي؟ يلا عشان تعرفوا يا الاولاد اللي عم يحضرونا او الماميز اللي عم يحضرونا وبدهم يعملوا سربرايز يعرفوا كيف يعملوا. اوكي هاي حاعملها انا كانها باترن، حقص عليها كل الباقيين وهيدا اللي حتساعدني فيه لينو لي قاعدة حد. نرجع خط لبرا عقد المسطرة. بعدين مطرح ما اخذنا النقطة، ما قلت لكم اخذت النقطة اللي فوق، شوفوا حانزل بايدي لتحت. ها. وهيك طلع عنا شكلها للجرافات، شفتوا كيف؟ هلا قلت لكم كيف بيرسموها، بتاخذوا نص هاي نصها بتحطوا نقطة 2 سنتي من هون 2 سنتي من هون،
بعدين نفس النص تنزلوا فيه لاخر شيء، تعملوا خط من هون وخط من هون. اوكي هيك تعلمتوا كيف بيرسمون. يلا خلونا نقص، وهي هقص منها الوان، هقص ازرق 2 وهقص اورانج 3. اوكي هنقص وهتساعدني لنلوني وهارجع فرجيكم. وهيك طلعت بس قصيناها، شوفوا شفتوا. هلا هنقص منها الوان، وهلا انا وياكم بين ما لينا تقص منها الوان هنعمل قبة القميص من فوق. وهلا عملنا قبة القميص، رح فرجيكم كيف بيعملوا قبة القميص. ها هاعملها انا وياكم ونرجع نحطها، نلبسها الجرافات هيك. يلا يلا جبتوا الورقة، الورقة البيضة عنا اياها، هيدي المسطرة. اوكي اول شي منجيب الجرافات يلي عنا، بعد ما نجيب الجرافات اللي عنا منحطها وناخد اقياس قدي الجرافات، ناخد طولها. اخدت سطرت قدي كبرة، اتفقنا؟ بعدين لنعمل خط لفوق شي 2 سم تقريبا، وخط تاني 2 سم. بصير عندكم كأنكم عم تعملوا ريكتانجل او مستطيل او ريكتانجل، بتكبروا للخط سنتي 2 3 4 5 6، 6 من كل ميل بتكبروا. شفتوا كيف عملت؟ كبرته 6 من كل ميل. بعدين بمسك هيدا النقطة، بنزل فيها بس سنتي 1، وهون كمان نزلت فيها نفس الشيء، بوصلهم خلصت ومنقصة. شوفوا كيف طالع شكلها، شوفوا كيف طالع شكلها منقصة. هيك بنعمل قبة القميص، هنقصها مع بعض بيطلع شكلها هيك. اوكي بطوية الخط على الخط، بمسك الخط وهي الزاوية بطويها، وبتصير عنا القميص يلي هنركبه على الجرافات. نحن هنقصها على الكل ونرجع لكم. يلا رجعنا لكم، قصينا من الوراء يلي كانوا باقيين عنا، قصينا هيك دويرات وقصينا سترايبس، يعني هيك مثل طويل هيك، شوفون اسمهم سترايبس. اوكي قصيناها، هلا بقى بدنا نزين الجرافاتات. حطينا هون غري ابيض، واحسن انكم تستعملوا ريشه، تلزقوا الغري بالريشه. كل جرافات رح نعمل فيها طريقه معينه، يعني ممكن نعمل هيك، ها هيك، نحط لها شويه نقط، تكون مثلا هون منقطة، ما لازم اورنج، ما طلع لنا غير الاورنج. هيدي قديبة والهي، نحط نقط ابيض يمكن احلى. ها نحط نقط ابيض مثلا بشي مطرح هيك. حنعمل كلهم على الطريقة اللي بدكم اياها، ممكن تعملوهم بالطول، تعملوهم بالعرض، تعملوها كلها نقط، كلها تنقطوها ابيض واورنج بلا هي، تنقطوها كلها انتو واللي بدكن اياه، اعملوا اللي بدكن اياه، اتفقنا؟ يلا بنعملهم كلهم، بنحضرهم بفرجيكم اياهم. يلا عملنا كل الجرافاتات، شوفوا عملناهم طرق واشكال مختلفة، وحنحطهم ازرق اورنج ازرق اورنج ازرق اورنج. اوكي عندكم طرق كتير، يا بتعلقوهم على ريبوني، تلزقوهم على ريبوني، يا بتلزقوهم بخيط،
يا بتلزقون ب شو اسمه حبل، يا اما اذا ما عندكم كل هيدا بتجيبوا ورقه تعملوها هيك وبتعلقوا اوراق بقلبها بتلزقون فيها. هيدي ثلاث طرق لحتى تعلقوها لهيدي الزينه وتزبط معكم. هلا في بعد ما خلصنا اول وحده، في ثاني وحده، ثاني وحده اعطيني ورقه زرقاء واسود، بدنا ورق ازرق وورق اسود. يلا حنجيب كرتونه سوداء حجمها عادي بدنا اياه، حنرسم عليها نص الشوارب، الشارب يلي هو شايفينه عندكم مبين برصاص رسمته كيف جاي شكله، بس ما بنرسمه كله، بنرسم طرف واحد وبعدين بنسكرها ومنقصها بتقوم تطلع ابدا سيمتريك. حنقصها مع بعض، حخليكم معي انا وعم قصها. حافتحها انا وياكم فرجيكم كيف وعلموس كيف بتطلع كأنكم رسمين رسم. شوفوا شفتوا كيف طلعت؟ اوكي هاي حنعمل بانر، بانر هو مثل الزينة يلي بتنحط هيك، وكتير كتير كتير هينة، كتير هينة. بنجيب هيدي ورقة بدنا نعمل عليها مثلث، كل ورقة بتعملنا اثنين مثلث. اوكي خلي كل ورقة بتعملنا اثنين مثلث. خلوني قصم، خلوني ارسمه. عم اقول لك انت عم تبطوي الورقة لشوف وين نصها. هاي نصها، وباخد نص الورقة تقريبا وبعمل مالي بعمل مثلث، وهالمثلث حيكون البانر تاعنا. انا عم حاول ما اطول الفيديو لاعملكم افكار كتير تعملوها وما يكون الفيديو طويل. اوكي منقص منها لهي المثلث، منقص منه قد ما بدنا، فينا نقص 10 11 12 وحده اللي بدنا اياه، ومنحط عليه، حغير لون البلو ليبين معكم منيح. شوفوا حنحط عليه هيدا الشارب، وحده منحط عليها شارب، وحده ما منحط عليها شارب، ممكن وحده نحط عليها عين عيون وعين عم تغمز، او نحط هيك عيون، نشكل كل وحده نعملها موديل. اوكي وهيدا بيكون عندكم بانر اثنين، صار عندكم نوعين تعملوه كتير هين وسريع، وحتى انتو يلي عمركم صغير بتقدروا تعملوه هين عليكم. وهيك بكون عملت لكم طريقتين، طريقه هاي الجرافاتات علشان تعلقوها، على فكره فيكم تعلقوها على الحيط وحده وحده وحده، وفيكم تحطوها بسترايبس. بتعرفوا اني لقيت ما عندي ربن ولا خيط حعلق ورقه، ححط ورق وعلقهم عليهم، يعني من الموجود جودو. وهيدول حفرجيكم اشكالهم كثير مهضومه. خلوني ازيح هاي، شوفوا هيدا البانر، شوفوا اشكاله كثير 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 مهضومه هيك. فيكم تبعدون عن بعض وفيكم تقربون عن بعض، شوفوا كثير مهضوم، عملنا عن اشكال شوارب، يعني اشكال كثيره لانواع شوارب، عدنا نتفنن شيء عريض وشيء رفيع وشيء هدول على الحجر صاير هيك. ما في حلاقين، شوفوا مهضومين كثير كثير. هدول حتشوفوا كيف طلعوا بالفيديو تاع حفلة الفاذرز داي. وهلا بنهاية هذا الفيديو بتمنى انكم تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، وتكتبوا كومنت تحت اذا عجبوكم واذا طبقتون. وهلا مثل العادة بحب إلكم، ميرسي، أورفوار.